السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من قناة تركوازي. اليوم عندنا رحلة بحرية على الشباب. محمد فؤاد، هلا هلا هلا، نورنا يا عسل. كيف هاي الحال ثاني ابو طلعة، عبد؟ أول طلعة كانت اول خفافية كذا. طلعه كانت خفافه، ان شاء الله الطلعه دي نعمل شغل إن شاء الله كويس. بإذن الله. أوكي مستر مبارك، السلام عليكم. هاو ار سلام. يو ايفري ون؟ جود مورنينج. أوكي هلو تامر، ازيك يا عسل؟ تامر تحفة، ده خطير يا تامر. يلا الله يرزقهم ان شاء الله اليوم. يلا اول حاجه حاب اشكر شركه اس تي اس على ثقتهم بي اني اكون برو ستاف عندهم، وطبعا السنه هذه جربت كثير من جقاتهم، كانت رهيبه جدا في الصيد سواء معايا او مع الشباب في رحلاتي. اوكي اليوم عندنا منتجات جديده من شركه اس تي اس الله يعطيهم العافيه، فراح نجرب اليوم اللي هي تشيتا هذه في الفاست جيجنج، نزولها جدا سريع، هنشتغل عليها اليوم ان شاء الله ونشوف كيف امورها. هذه من الجيجات الجديده ما شاء الله. ايش توقعاتك؟ والله ما انا عارف، بس هي حاجه جايه من البوتوم، يعني جايه من تحت، من الارض يعني. من الارض كده احنا نبغى نسخنك عشان ايش؟ ترمي الجاكيت خلاص دي حنقلع خلاص، بلش الحين كله. يلا ما شاء الله، ما شاء الله، شعور 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 شعور، بس حجم ما شاء الله تبارك الله، شعور حلو حلو شباب محسن. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، الله بطل، الله ينور يا سلفة، ما شاء الله تبارك الله. يلا والله أول مرة طلع شعوره ما شاء الله تبارك الله، الله واحد ما شاء الله. يا 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 ايت كاتش، ما شاء الله تبارك الله. فيرست كاتش ها؟ يا 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 فاست سيكينج، ثانك يو. اضرب له الزر الاحمر بس. يلا يا وحش يا محمد ما شاء الله. كويك كويك كويك، شكله في قرش وراها بتجري. يلا يا محمد يلا يلا بينا، يلا هات الوحش. اوكي حلو حلو، اطربني يا شيخ اطربني. Thank you with my line. Me? Yeah yeah yeah. Yeah yeah no problem. It's okay. It's almost there. ماشي عادي. أمبر جاك؟ بس وراه، بص وراه. أمبر جاك؟ امبر جاك هلا امبر جاك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذه على جقات شلفة تشيتا جديدة ما شاء الله تبارك الله. مع محمد فؤاد الوحش حبيبي. دقيقة واحدة معقدة جدا. Go back. Go back more. Give him the edge of the line hour. حتى الاسترايك ما شاء الله ساعدني. مبارك مبارك يا برينج ات جست بيك لايك يا يا هولد ات تايت فروم ذا تيل ذن فروم ذا جيل. اوكي يس نايس كاتش برو، ثانك يو فيري ماتش. اوكي ريليز ات يا ثانك يو، جود جود كاتش جود جود. واي ديد وي ريليز ات؟ didn't eat it. It's not eatable. Yeah, it's not good. ما شاء الله
ممكن ابو الصلاح. ممكن ابو الصلاح. شباب بالله روح اسحب وشيل المتاهه دي كمان عشان كان حيخبط فيها دقيق والخبط حيقطع. يلا يلا شغلت الكاميرا حقتك؟ لا اي اسحب لا توقف لا 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 توقف فلتت. لا يا شيخ فلتت والله والله فلتت آه. يا الله بس بايت حلو على قلبي لا يمين يمين ثاني يمين محمد امسك البوت يمين انا امسك البوت امسك البوت تعال انت امسك لا هروح على السمك كده عشان ايه عشان الشاطئ الكاميرا خلص فيدي امسك الكاميرا صوره شايف الشاشه كده ورك ورينج كابو حد واو 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 هنا هنا صور هنا صور السمكه صور شوف الناجل الله على صلاة النبي صلاة النبي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله والله خروف صلاة النبي على التراني ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله الصيد اليوم مرة صعب مرة مرة صعب كله بسبب التيارات لكن ربي عوضنا بحاجة مرة حلوة هي شفتوها طبعا هي الناجل الحمد لله صراحة فرحنا عوضنا على تعب اليوم يعطيكم العافية شباب الله يعافيك حبيبي يا ابو نايف رحلة جميلة شوفكم ان شاء الله رغم الصعوبة بس كانت جميلة ختامها مسك اي والله ختامها مسك صراحة راح علينا سترايكين صراحة سترايكين تهيالي شبهه يعني اخواته والله قوية صراحة الله كريم الحمد لله يلا الحمد لله نشوفكم ان شاء الله في الحلقه الثانيه شباب الدعم اللايك هو اللي صراحه حيزيد المتابعات عندنا في القناه فالله لا يهينكم تفضل لا امرا اعطونا لايكات وارسلوا المقطع هذا لحبايبكم نشوفكم ان شاء الله على خير في امان الله مع السلامه